تحت شعار جيشنا عزنا وبمناسبة انتصارات الجيش العربي السوري التي يحققها على الإرهاب، أقيمت احتفالية بحي العباسية في حمص بحضور فعاليات رسمية وشعبية ورجال دين. هذه مناسبة دائما نستغلها لنرفع القبعات لذلك الجيش العظيم الذي صمد وقاتل على مدى 7 سنوات ليحقق هذا النصر، لنكون في هذه اللحظة في أمن وأمان، لنحتفي بهذا الانتصار العظيم، وإن شاء الله من نصر إلى نصر بجيش العربي السوري وبقيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد. هذه الانتصارات التي يحققها جيشنا العربي السوري في ساحة الشرف والكرم والكرامة الوطنية، نلتقي لنقول بكل أطيافنا أننا سنغسل من لوحتنا كل وجوه المهزومين ونطهر هذه الأرض المباركة من الأرجاس وزنات التاريخ العربي. لهذا الاحتفال الجماهيري لانتصارات الجيش العربي السوري بنقدم التحية لهذا الجيش المغوار البطل، نترحم على شهداء الأبرار اللي ضحوا بأنفسهم من أجل أنه نحن نبقى موجودين حاليا في سوريتنا الحبيبة. أن يجتمع أهل حمص الكرام فرحين مستبشرين بنصر جيشنا وقواتنا المسلحة، فهذا هو ديدن أهل حمص المحبة الذين أراد المسلحون حمص مدينة لثورتهم فكانت مقبرة لغطرستهم، بل وتحول أهل حمص إلى مدماك محبة بعد أن اقتنع السوريون والحمصيون بالذات أن هناك الآن اثنتان فقط في هذا الوطن، طائفة خير وطائفة شر. انتصارات جيشنا العربي السوري والقوات الرديف والحليف لم تأتي من عبث، أتت بتضحيات جسيمة جدا قدمها جنودنا الأبطال وحلفائنا، أتت بدموع غالية جدا لخنساوات عرف عن التاريخ خنساء واحدة، ولكن في سوريا عشرات الآلاف من الخنساوات اللواتي استقبلنا شهداءهم بالزغاريد، وجبال من الرجال يقفون داخل خيام العزاء يستقبلون بكل صدر رحب التبريكات والتهاني ويرفضون العزاء بشهدائهم. هذا سبب انتصارات الجيش العربي السوري وحلفائه. المشاركون وجهوا التحية لرجال الحق في الميدان الذين يسطرون ملاحم البطولة، مؤكدين أن النصر ما كان ليتحقق لولا تضحيات الشهداء وبطولاتهم. الكلمة كلمة المحبة، كلمة الحب، كلمة الشكر بالنسبة إلى سوريا شعبا وحكومة وجيشا وقيادة، وبالنسبة إلى المجاهدين شكرا بالنسبة إلى المجاهدين والشهداء وأعضاء الشهداء، وكذلك أصدقاء سوريا الذين وقفوا بجوار سوريا، فلذلك السوريا انتصرت وأصدقاء سوريا انتصروا والحمد لله. إن شاء الله ستنتصر سوريا وستبقى سوريا في محور المقاومة شعبا وحكومة وقيادة. كل التحية لرجال الجيش العربي السوري، الرجال الأسود المقاومين صانعين نصر لهذه الأمة من سوريا إلى فلسطين، فاتحين بإذن الله عما قريب. على امتداد الجغرافيا السورية ترفع رايات النصر خفاقة، والجيش العربي السوري ماض في حربه على الإرهاب حتى تحقيق النصر الأكبر وإعادة الأمن والاستقرار على كامل أرض الوطن.